في هجوم معاكس شرق مدينة الرقة، أقدم تنظيم داعش على قتل 34 جنديا من الجيش السوري بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. وقال المرصد أن تنظيم داعش أسر عددا من عناصر الجيش ومسلحين موالين له، واستطاع تنظيم داعش أن يستعيد السيطرة على المناطق الممتدة من شرق بلدة غانم العلي إلى منطقة السبخة. الهجوم المعاكس الذي شنه تنظيم داعش في معقله في مدينة الرقة وصف بالهجوم الأعنف منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش السوري بدعم من الطيران الحكومي والروسي. من جهته أعلن الجيش السوري أنه تصدى للهجوم بعدما تمكن سابقا من تطويق التنظيم بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد، تمهيدا لطرده منها. ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تربط بضع محافظات سورية وسط البلاد بالحدود العراقية الأردنية. ويهدف الجيش السوري من خلال عملياته هذه إلى استعادة محافظة دير الزور من التنظيم الإرهابي عبر 3 محاور: جنوب محافظة الرقة والبادية جنوبا، فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.